بلتات ليك عم يطلعوا. ايميت اهلا وسهلا، يطلعوا رح نعمل لهم استقبال. لك هدول محصرين كل المكان. يلا يلا طالعني من هون لشوف، يلا على السريع بدي اطلع من هون انا، والا راح تخرب الدنيا فوق راسنا، ما راح ننفد. لك اسكت انت شو مفكرني؟ بس انا ما اتفقوا معي على هيك، قالوا لي ما راح يكون في شرطة، هيك راح انكشف. لك اسكت بقى، شو صار لك العمى؟ الو فؤاد بيك، شرطة شرطة محاصرين كل البيت، ساعدوني. توم احكي شوي شوي، احكي لي شو الموضوع. اللي قلته صار، جماعتي كبسوا على البيت. قلت اللي ما راح يكون في شرطة واني انا راح اكون بامان. تمام انت لا تخاف، راح طالعك من هنيك. لك كيف؟ تعال لهون وساعدني فورا. دير بالك تقاومهم، خليك مسالم، انت معك باسبورت دبلوماسي وما حدا بيقدر يعمل معك شيء، بس انا راح طالعك من هنيك. الو الو الو. يلعن الحظ. فؤاد بيك، هجموا على البيت ما هيك؟ ايه، صاحبنا توم رح يوقف قلبه من الخوف. شو الظاهر كل خططكن راحت على الفاضي؟ هات لشوف شغل كل هالسنين ما بيوقفوا إنسان واحد بس، وإذا ما مشي حال هاي الخطة منطبق الخطة البديلة، بس منخلص منك بالأول يا حلوة. بابا لحظة شوي، هالبنت وهي ميتة ما بتفيدنا بشي. وليش بقى؟ هاي البنت غالية كتير على المهام الخاصة وبالأخص على عاكف. قصدك كانوا يحبوا بعضهم ما؟ تماماً، إذا ظلت عايشة ممكن تفيدنا مقابل إليف ناخد توم، بظن هيك أحسن. أنا بعرف عاكف منيح، إليف كتير غالي عليه. بلا تخبيص إلكر، عاكف مستحيل يبيع بلده مشان يرجعني، عم تفهم؟ بس تنجاب سيرتك، بيعمل أي شيء وبيجي لهون، أنا بعرفه. لك الله يلعنك يا وسخ، رح تدفع ثمن عملتك وخيانتك. ولما رح يجي رح أقتلكن سوا. اتركني، رح أعلمكن كيف تتعاملوا معي مثل الخلق. كارلوس، بينت معك إليف؟ ما بينت، ما بظن إنه إليف موجودة بالبيت. طب وين بدها تكون؟ أخي لو كانت جوا كانت طلعت من البيت أو عطتنا إشارة، وهلأ ما مبين معي أي حركة. لازم نفوت ونشوف. سيبو، بلتا، بدنا نفوت، أنتوا جاهزين؟ ماشي أخي جاهزين. انت جاهز مبالتا؟ اقسم بالله انتو شلت مجانين. ليكن جايين ولك اويس اويس، ليش واقف هيك؟ يلا يا شباب رح ندخل. ماشي يلا يلا.
موت يا حا. أنا سمعت غلط ولا الزلمة كان عم يقول بده ياني موت؟ ما بعرف أخي، بس شكله كان قصدك. كارلوس أنا كتير بحبها لهالفرقة. أخي إذا بتحبها روحوا إلا دغري. تمام، يعطيك العافية. إليف؟ إليف أنت هون شي؟ سيبو بالتا شو وضعكن؟ في زلمة كمان هون. إيه خلص تمام أخي، دير بالك لسه في واحد جوها. إيه وإذا في واحد يعني؟ لك أنا عاملك مشان تنتبه شبك. أخي أنا كمان جاي عبالي إخلص منهن. والله إنك مجنون، أنا من زمان بقول عنك إنك مجنون يا بالتا. حدا شاف الأجنبي؟ الظاهر مانو هون يا أخي. وكمان مو هون، المكان نظيف. لا تقولوا وأنا كمان ما شفته هون. لكن خلونا نفترق يا شباب، لازم نلاقيه قبل ما يهرب. عبالته يلا بسرعة. كارلوس كارلوس نحن انتشرنا عم ندور على إليف، أنت كمان نزل ساعدنا هون. يلا بسرعة يلا. مستر براون مستر براون. لك مين هذا مستر براون؟ أخي ما بعرف، هذا اللي تعلمته بالمدرسة. مستر براون مستر براون، ما بعرف بالإنجليزي غير هدول. يعني كنية الزلمة براون؟ ليش براون كنية؟ آه يا أخي شو هالمخي اللي عندك. أخ يا ربي. إليف وينك انت؟ شباب تعوا بسرعة، لقيت الزلمة تبعنا هون. علم اخي عاكف ليكنا جايين. حرك بالتا لقوا للزلمة. لك أخي أنا ما عندي شغلة وعملة غير إني أنقذ حياتكم. لك ليش عم تقبض راتبك؟ بس لو بيعطوني زيادة على الحركات هاي، وحياة عينك كان صار عندي قصر بالبسفور. ماشي كارلوس الله يرضى عليك، يلا بالتا يلا. لا تهرب ولك. لك شي مرة اسمعوا الكلمة. شباب عاكف عم يلحق حدا، خلينا نروح نساعده. روحوا يلا روحوا روحوا بسرعة. قوم قوم واقف. استنى استنى، انا جوازي دبلوماسي. ما دريت انا لغيت لك ياه. ستوب ستوب. شو القصة؟ ستوباتك ما عم يشتغلوا. انا اللي بعرفه بالانجليزي جملة واحدة. What can I do sometimes? What? تعال هون ولك تعال. تحرك تحرك، لسه بدي ورجيك نجوم الظهر. إليف؟ مع الأسف إليف ما بتقدر ترد لأنه مشغولة شوي. إلكار؟ شو عملت بإليف ولك؟ لحد هلأ ما عملت شي. احكي الصراحة يا منيحة. ليك ولك إذا بصير عليها شي عيونك بدي أقلعن. رح كون صريح معك عاكف، إليف هون، بس الناس اللي هم محابين تكون منيحة. أنت جرب أذيها، جرب تلمس شعرة واحدة من رأسها. نحن في شي بيخصنا عندك. شو هو؟ بدنا الضيف الأجنبي اللي عندك، بتجبلنا يا للزلمة وبتاخد إليف بداله. اتفقنا؟ إلكار لك هذا الزلمة خاين، واحد وسخ وهم الوحيد إنه يدمر البلد. يعني هلأ إليف ما الأهمية عندك؟ إلكار إلا ما توقع بإيدي شي يوم يا إلكار. بس بدك تجي إلي
مشان أعطيك العنوان. إذا ما اتصلت خلال نص ساعة رح تخسر إليف. ألو ألو إلكر ألو. الله ينتقم منك يا سافل. وانت شو بدي اعمل فيك؟ بليز بليز اتركني، انا ما عملت شيء، اتركني. شطب لك شطب خلاص. قال ما له عمل شيء. لكن شو كنت عم تساوي عند الارهابيين؟ ها احكي له شوف. اخي وين راحوا هدول؟ والله ما بعرف اخي. اللي بعرفه انه اخي عاكف بيضلع حوله وقطع السبع بحور. ايه بس اخي عاكف ما بيعرف يسبح. بيلحقهم طيران. والله ما خطرت لي هي اخي. لكن يلا شباب يلا, يلا. عاكف اخي عاكف اخي اخي عاكف عاكف انت منيح؟ انت منيح اخي؟ اخي احكي شو صاير؟ وسخ ضربني. شو صار لك الثوابت؟ لا لا بس ضربني ضرب. طب وينه هالرجال؟ هرب راح من هالجهة. لحقوا بسرعة. انت منيح مو هيك؟ يلا بأمان الله. قوموا لك يلا قوم. لسه ما خلص شغلي معك. تعا اوكي اوكي. وينه؟ مو هون اخي. ما لقيته. بيكون هرب هالوسخ. مستقر يعني وين بده يكون؟ راح مستقر اثنين الى واحد. الشخص المطلوب هرب. اخي عاكف اخي عاكف عم تسمعني؟ يا الله دخيلك ليش ما عم بيرد كمان؟ مستقر اثنين الى واحد. مستقر اثنين الى واحد. وين صار هذا عاكف؟ ليكون بطل يجي لهون. عاكف ما بيتراجع ابدا، وخاصة اذا الموضوع بيتعلق بإليف. ليكو شرف حركي لشوف. لك بس فهمني انت ليش هيك عم تعمل؟ لا تتعبي حالك ما رح تفهمي. قدامي حركي يلا لشوف. بابا انت خليك هون. لا تعملوا شيء. عاكف طالع ايديك من البلور. خليهم يبينوا علي. عاكف عم احكي معك. اي غلطة صغيرة بتموت إليف. روحوا فتشوا السيارة. شو مين لقيته جوا؟ معلم لقينا توم. وعاكف وينه؟ ما منعرف بس مانو هون. الظاهر انت بورطة. اتخرسي هلا. انت بتعرف انه ما رح تنفذ من ايدين عاكف. إليف بلشتي تعصبيني ها؟ لا تقربوا لهون. فتشوا منيح وفتشوا السيارة. تحرك هلا ورقتك انحرقت على آخر. إذا بتطلع من تمك كلمة تانية لما يصل عاكف لهون رح ياخدك جسة. لا تختبري صبري. يي خوفتني. الزلمة نظيف. لشو عم تخطط هلا كمان يا عاكف؟ شبكون ليش وقفتوا؟ وصلت لآخر الطريق يا إلكر. تروك إليف
وإلا بتاكل رصاصة بنص قلبك. طبعاً إذا عندك قلب. أوصني لشوف حتى اللي هون يخردقوها لإليف. ما راح يلمسوها. تروك إليف لآخر مرة عم حذرك. إليف شو بتقولي؟ برأيك لازم أتركك؟ لك بس فهمني شو عجبك بهالبنت؟ يعني بالنهاية عم نحكي عن بنت خانتك وراحت لغيرك. حاجة تخبص لأنه أنا ما خنت حدا أبداً. إلكر إلكر لا تختبر صبري وترك إليف. أوه الحبايب دغري بيعصبوا كمان. عاكف قالي لشوف هلأ لما رجعت من الموت ولما شفت إليف وسليم متزوجين بشو حسيت؟ شو دخلك ولك؟ شو دخلك؟ كنت حاقد؟ في صوت جواتي عم يقول إنه لساتكم بتحبوا بعض. طيب شو اللي ماسككم يا أخي؟ لك بكفي بقى بكفي! إليف عن جد فيكن تفتحوا لي قلبكن لأنه أنا بيهمني مصلحتكن. إلكار شو اللي عم يصير هون؟ شو هذا كمان؟ تروك إليف وإلا رح يموت أبوك. رح عد ثلاثة. واحد شو بده عاكي؟ بدو إليف. تمام معناها تركها تروح. عم قلك تركها. مستحيل. تركها تروح. اثنين مع الأسف رح تخسر أبوك قبل ما تشبع منه. انت ما عم تفهم. عم قلك تروح البنت. تركها. تمام هالمرة ربحت يا عاكف. أعطي التليفون لإليف. عاكف إليف بدي إياكي تطلعي من هون فوراً. عم تسمعي؟ ماشي. قد ما فيكي استعجلي. يلا بسرعة إليف. وإنت شو مشانك؟ أنا كمان رح أطلع معك. يلا ركضي بسرعة. يلا تأكد رح تدفع ثمن كل شي. يلا إليف أسرع من هيك. يلا لك إليف. يلا إليف أسرع أسرع. يلا اترك سلاحك. أي سلاح؟ هذا اللي بإيدك. ما زبطت. برافو الظاهر إنك زلمة بتفهم. واو أنت كمان فيني أقول عنك دمك خفيف. اترك سلاحك وهات التليفون. على مهلك. مسكت عاكف. امسكوا البنت. عاكف مسك. جيبوا البنت بسرعة. حاضر. لا تتحركي. لا تتحركي. سيدي قالنا انه هرب من هون. ركضنا انا والشباب ورا ما لقينا للزلمة. رجعنا لورا ما لقينا عاكف وأخذ السيارة. يا الله دخيلك والله رح جن. كيف ما لقيتون؟ إلكر جانن على الآخر وإليف ما أنا مبينة وعاكف ضايع منكم. لك شو عم بيصير؟ والله في شي غلط عم بيصير سيدي. ما بعرف شو هو. لازم نعمل شي سيدي. شو بنعمل بالتا؟ أنت قول سيدي. عاكف ما بيساوي هيك من دون سبب. أنا متأكد إنه في شي براسه. سيبه
إذا حضرته بيعرف شيء كان لازم يقلنا، ليش على طول أنا آخر من يعلم؟ نحن كمان ما خبرنا بشي، يعني ليه كيف هن الاثنين طلعوا إخوات وخبوا عنا هذا الشيء؟ من هلأ بقلكن هالقصة فاشوش، أنا ماني مصدق. لك شو هو الشيء اللي مانك مصدقه؟ ما شفت كيف هداك حط سلاح براسه لسيبه وتركنا وراح لعند أبوه؟ وين الفاشوش بالقصة؟ يا رب دخيلك حملي شوية العائلة اللي عندي. فايزة؟ مرحبا. من أول ما شفتك حسيت، عرفت إنك مو ناوية على خير. عن جد عم تحكي؟ برافو، ولحقتيني كمان. بس يا خسارة، عاكف ما صدقك وفكرك عم تركدي ورا شي على الفاضي. شو بدك مني أنت؟ لك أنا شو عملت لك؟ الانتقام. انتقام مين؟ بابا. مين أبوكي؟ وانتقام كرمال شو؟ ما تبرتك المسؤول عن موت أبوه. أبوه هو اللي كان يعذبك بداد الأيتام. هداك الواطي بيكون أبوكي؟ بإيدي رح أقتلك هون ولك، عم تفهم؟ فايزة. رح أقتلك بإيدي، بإيدي رح أطلع بروحك، عم تسمعني؟ فايزة اهدي بقى، اهدي شوي. لنقول إنه هي مجنونة. طيب وإنت إلكر؟ كيف قدرت تخون رفقاتك هيك؟ كيف قدرت تضحك علينا كل هالوقت؟ لك شو هالحقد اللي طلع هيك فجأة؟ حاولت، كتير حاولت كون بيناتكم، بس انتو ما عملتوا لي قيمة وتمسخرتوا علي. ولك انت صرت قائد الفرقة، شو بدك أكتر من هيك؟ بس انتو ما احترمتوني، وبالأخص انت. بكل فرصة صحت لك حكيت علي وحاولت تصغرني قدام الكل. بس أنا أبدا ما كنت عم حاول صغرك، لأنه انت من الأساس صغير. يا وسخ، يا خاين، انت وفايزة كنتوا من الأول مع بعض مو هيك؟ لو كنت ذكية شوي كنت كشفتي كل شيء. أنا عملت كتير شغلات، ساعدت ونظمت وكنت الزراعة الخفية. بالأول كانت ثورة مدنية، بعدين لازم نهمسها حبيبي، ما هيك؟ من 15 يوم عم نشتغل على هالشي. الموضوع اللي عم تحكي عنه حبيبي، البشر تعبوا كتير هلأ، المتظاهرين والشرطة كلهم بدهم يرجعوا عبيوتهم. النار على وشك إنها تنطفى. ولا يهمك، منزلت شوية بنزين على النار. الخطوة الثانية من هاي المظاهرة هي الشدة والعنف. يعني قوات حفظ النظام وعناصر الشرطة اللي إلهم أيام كتير ما راحوا على بيوتهم. البوليس تعب حبيبي، والتعب بيخليه يعصب أكتر. وإذا ضغطنا على الشرطة كمان شوي بهذا الوقت، بس راح يصيروا يستخدموا العنف بشكل كبير، وراح يكون أحلى إذا في إعلام وتصوير. بتصور هالفكرة حلوة. إيه بس لازم نحرق قلوبهم على الآخر. منحرقهم على قد ما بنقدر، لازم نحرق. والحل الوحيد إنه نبعت هدول الناس ورا المتظاهرين، وكمان لازمنا دم كتير لحتى يصير الشيء اللي عم نقوله. هاي ترك لي إياها، بهالموضوع أنا بتصرف. اليوم بالليل رح تكون ميت يا حقير. مو مشكلة، اليوم بالليل، بكرة الصبح، بهالمكان، بمكان تاني، ما بتفرق، ساوي اللي بدكن يا.
فايزة خلصنا بقى اهدي. حاولي تسيطري على حالك. بلشتي تطلعي عن طورك. شو صار لك إلكار؟ شو لا تكون مو حابب تشوف أخوك عم يموت؟ لا تآخذني، أنا عملت اتفاق مع أبوك. عاكف رح أنت وحدة مجنونة ومريضة كمان. لسه ما شفتي شي. رح عيشكن نفس الوجع والألم اللي عايشتوني إياه لسنين طويلة. بعدي إلكار بتعرف شو رأيي؟ بلكي كانت إليف حابة تشوف عاكف وهو عم يموت، شو رأيك؟ فايزة، ما بعرف مين قطع لك هالوعد، بس إذا بتهدي شوي بيكون أحسن. استنيني هون، برجع بعد شوي. شو كيف الشغل؟ حلو كتير والأمور كلها تمام. فيني شارك أنا كمان؟ فهمت، أنتو كمان ما بدكن يعني هون. ليك ابني، هلا هون بشغلنا ما حدا بيوسع بحدا أبدا، لا الابن بأبوه ولا الأب بابنه كمان. ولأمتى رح يضل الوضع هيك؟ هلا أنت أول شي لازم تكسب ثقتنا. تمام، أنا جاهز أعمل أي شي. عاكف، إذا فيك تقتلوا العاكف هلا وقتا فينا نتفق. فكرت شغلة أهم؟ لك يا أخي، كيف يعني ما فيكن تلاقوا؟ تنصتوا على التليفونات، شوفوا جهاز مراقبة السيارات، بس لا تضلوا قاعدين هيك. لك أخي نص الفريق ضايع هلأ، خليكن عم تدوروا عليهم. لكان اسمعني منيح، إذا عرفتوا أي شيء بتخبروني فورا. يا إلهي شو عم بيصير؟ ما في أخبار مو هيك سيدي؟ لك كأنه الأرض انشقت وبلعتهم. شوفي سناء عم تتصل. رد لكان يا أخي شبك. طيب أنا شو بدي إلها من وقت لهلأ وأنا عم كذب على البنت؟ الأحسن أنه ما أحكي معها. ابني طلع لبرا وحاكيه وبالحكي فاضي. أخي أنت رد عليها. لك شو دخلني أنا؟ بعد إذنك سيدي. تفضل سيبه، لحقني لبرا لشوف. يلا بالإذن سيدي. مع السلامة. ليش ما عم ترد يا كارلوس؟ مساء الخير. مساء النور. انت بتعرفه لكارلوس مو هيك؟ طبعا، حضرتك خطيبته مو هيك؟ ايه خطيبته. عم دقله وما عم يرد علي. يا ترى هلأ بيكون هون هو؟ ايه وصلوا من ساعة، موجودين جوا. طيب فيني فوت لعنده؟ طبعا تفضلي، افتح الباب. كارلوس ابني هيك ما رح يمشي الحال، يا بتروحوا بتحكي كل شيء او اتركها. بدك تقول يا اخي ليك الف مره قلت لك صحيح الموقف صعب، بس انت ما كان لك ذنب بالقصه. لك اخي اذا بدي كذب شو رح يتغير؟ بكره رح يجي تقرير الجنائيه والرصاصة اللي قتلته رح ينعرف انه طلعت من سلاحي، ورح روح اعطيه فاتي. ايه بس ما لقوا الرصاصة الفاضية. كيف يعني ما لقوا الرصاصة الفاضية؟ ليك رح اقلك شو صار. طلقة فاتت من هذا الطرف هيك وطلعت من الطرف الثاني. يا الله دخيلها. ها مرحبا. اهلين وسهلين يا بنتي، طمنيني كيف الاهل؟ أمي لهلأ ما نمت قبل الموضوع، وبابا كمان ما نمح. الله يصبركن. شكرا. إذا عم تدوري على كارلوس بتلاقيه بالاستراحة اللي بعدنا. شكرا كتير.
ليه كارلوس لأول مرة بكذب هيك كذبة مشان حدا بحبه بحياتي؟ وقلت لسناء إني أنا أوسط أخوها بس كرمالك أنت، بس مشان ما تنتزع علاقتك أنت وياه يا أخي. بعرف أخي بعرف. وبما أنك ما عم تتحمل هالوضع معناها بدك تتحمل وتروح تحكي لها، ما في طريقة تانية. بس يا أخي ما عاد تطلع بوشي، كيف بدك يعني روح إلا أنه أنا اللي قتلت أخوكي؟ مزبوط أنه أنا لازم أعمل هالشي، بس أنا صدقني ما بدي أخسر سناء، صدقني. عم سكت حالي بالزور، عم أقول اسكت كرمال الله يا ولد، بس كمان ضميري ما عم يتركني بحالي. لك ضميري عم بيقلي أنه أنت رجال بتقرف. أنا أخي بالمختصر إذا بحكي لسناء بخسرها، وإذا ما حكيت كمان ما رح أرتاح. فهمني شو لازم أعمل أنا. سناء سناء أنت من إمتى هون؟ كيف عملتها؟ كيف قدرت تكذب علي هيك كذبة؟ والله العظيم كنت بدي قلك، وحيات ربي كنت بدي قلك. اسمعيني، لا تلمسني، شيل ايدك الوسخين عني. بترجاك اسمعيني، رح احكي لك عن كل شيء. سمعت كذبك بما فيه الكفاية. سناء الله يخليكي اسمعيني، الحق معك بكل شيء قلتيه وبدك تقوليه، بس اسمعيني للأخير. سناء عم بترجاكي أنا كرمال الله. سناء ما عم افهم شو سبب كل هالكره هاد العاكف لك. بابا هذا زلمي قتل بابا. لك أنا مالي متذكر هيك شيء أبداً. أنت مجنونة شيء؟ معناك متذكر ما؟ لك أنت مو بس قتلت لي بابا، لك أنت دمرت حياة عائلتي كلها. كان بيستاهل يموت، بيكون هذا زلمة وصل. فايزة لأنه بيكون قتل حدا. فايزة أهدي شوي شبك، أهدي شوي خلاص بقى. شو صار لك؟ وهلا أنت يا أخي وصلت لآخر الطريق. إلكر انت جنيت، شو عم تعمل؟ بدك تقتله لعاكف معقول انت؟ ما فينا نعمل شي بنو، الأوامر هيك. لا ما فيك، رح تتفاجأ إلى انك متأكدة. دير بالك تشفق عليه، اصحك. وانت تعي لتشوفي حبيبك وهو عم يموت. قوم يلا، قومي يلا تحركي. سناء 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 وقفي، بعد عني، اتركني. قولي شو ما بدك عني، قولي عني قاتل اذا بدك. ماشي، قال يعني انت مانك هيك؟ لأني أنقذت حياة رفقاتي بالفرقة بكون قاتل مو هيك؟ سناء أخوكي كان في سلاح بإيده، وهذا السلاح مو لعبة ولاد صغار. أنا كنت مجبور والسلاح كان حقيقي. أنا كرمالك وقفت بوش عائلتي كلها، لك تركت بيتي، تخليت عن كل شي مشانك، وأنت كنت عم تكذب علي. كذبت علي لأنه ما كان بدي أخسرك أبدا. سناء كيف بدي قلك هالحكي هذا؟ يومه يوم اللي قوصته فيه هو كان حامل عليك سلاح. سناء ليكي ما بعرف شو عم بيدور براسي، بس انتبهي، اوعك تفكري بهيك شيء ابدا. هذا الموضوع ما له علاقة بموته. انت انتقمت منه. سناء بترجاكي لا تقوليها، والله العظيم الشيء اللي صار ما له علاقة ابدا. استغليت الفرصة. شو؟ لك سناء، لك انت كيف بتقولي هالحكي إلي؟ اذا ما انك مصدقتيني امسكي السلاح واوصيني اريح لي. انا ليش لا اوثق فيك؟ انت كذبت علي، لك كيف بدي اقدر صدق انه كلامك هذا مزبوط إلي؟ سناء انت ما عم تفهميني، لك عم قلك انه ما كان عندي حل تاني. لك انا بحبك كثير، انا كرمال ما اجرحك وكرمال ما اخسرك كذبت. انا ما عاد صدقك بقى، انا ما عاد بقدر صدق اي كلمه من اللي بتقوله. والله ما بعرف يا بارتا، بس الموضوع سناء بترجاكي فهميني ارجوكي.
تركع ركبك. أنا لحد اليوم ما ركعت على ركبي إلا لرب العالمين، وحتى لو كان مشان موتي ما بركع. مو وقت بطولاتك هلأ يا عاكف، وركع على رجليك أحسن لك. قلت لك ما بركع، عمل شو ما بدك وخلصني. إلكر لحد هون وبس. لك هذا عاكف هو ما بيكرهك. لا أمبلا بكرهه، أنا ما بطيقك كمان. عاكف ولك أنت واحد جبان وواطي وتافه، وفوق هدول كلهم خاين. خلاص بقى عاكف بكفي. يلا بقى قوصني، يلا قوص، ضغط عزناد بقى. إذا زلمة قوصني بأرضي يلا قوص. ليش واقف ناطرينك؟ سيد إلكر المشاهدين تبعاتك ناطرين لحتى تقوصني براسي. يلا قوص يلا. إلكر بترجاك لا تعملها. يلا يلا إلكر خلص عليه بقى. شو القصة؟ كتير صعبة؟ بتحب تقلي شيء قبل ما تموت؟ بدي اطلب منك طلب واحد بس، بترجاك لا عاد تورجيني وشك مرة تانية ولا بقى تدق لي. سناء انا كيف بدي اعيش من غيري؟ انت شو عم تقولي؟ انا بعيش وبعيش مبسوطة كمان. سناء بترجاكي مشان الله فهمي علي، لو بعرف انه اخوكي كنت بعمل هيك عملة انا؟ ما عاد في شيء له اهمية بقى، انتهينا. فهمتني؟ انتهينا. سامحيني سناء. خلص كارلوس، خلصنا لك أخي، ما في شيء بتقدر تعمله. لا تزعل لك كارلوس. كيف ما أزعل وأتضايق لك أخي؟ مشان الله خلاص. قلت لك خلينا نتجوز غصبا عن الكل، ولا تردي على كلام حدا. لك حتى الخواتم جبتن ومشي الحال، بس ليك الحال اللي وصلنا له. الله كريم يا أخي، طول بالك، من هلا بكرة ما بتعرف شو بيصير. لوين رايح؟ أنا رايح أتفتل شوي، إذا محظوظ بتضربني شي سيارة وبخلص من هالعذاب. شو هاد اللي عم تقوله؟ تركه رجا، بتركه يا الله، تركه يطلع يتفتل شوي لحاله. إليف لا تبكي. في مجال تخلصونا بقى من الدراما تبعكم؟ إلكر ليش لساتك واقف؟ يلا قتل هالحقير. إلكر لو سمحت قوصني لإلي، اترك عاكف يروح. إليف تمام حبيبي، لا تاكل هم، رح اجي لا تخاف. لا لك مصطفى، معقول انسى عيد ميلادك؟ طمنيني عنك، شو اخبارك؟ ماشي بشوفك. انا كمان مشتاق لك، استني شوي بس منخلص من هالمشاكل وبشوفك. صدقيني ان 3 ايام عم ننام بالباص، حالتنا صعبه. تمام هيك، على مهلك واقف. بس الصمود يا شباب، ديروا بالكم، هدول الشباب مفروك عليهم. خاطرك إليف، تذكري اني بحبك كتير. انا كمان بحبك. والله ما عم صدق، كأنه صارت حرب. ليش مو هاد اللي بدنا اياه؟ ايه بس ماني متأكدة، يعني مو لهالدرجة متخيلة انا. فؤاد بيك، المعركة الحقيقية بلشت. سيدي في واحد مسلح هنيك. يا شباب في واحد مسلح هنيك. تحركي، شيلي ايديك الوسخين عني. وسخين؟ عم تمزحي معي؟ أنا اللي صار لازمني حمام لأني لمستك.